الله وصباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة السعودية. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم الجمعة بحول الله. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة خلال ساعات نهار اليوم، 34 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا وعرعر فرصة لزخات من الأمطار، 28 إلى 16 في سكاكا، عرعر 29 إلى 17، أما تبوك رياح نشطة 26 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة، طقس صافي 34 إلى 21، المدينة المنورة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 34 إلى 21، مكة المكرمة طقس صافي 36 إلى 24، أما الطائف 27 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات العديد من الأمطار 23 إلى 14، الباحة 24 إلى 17، أما جازان 32 إلى 29. أما المنطقة الشرقية، الدمام تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 22، الإحساء 30 إلى 20، أما حفر الباطن فرصة زخات من الأمطار 34 إلى 23. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الرياض فرصة لزخات من الأمطار تكون خفيفة بالمجمل 34 إلى 23، بريدة تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 20، أما حائل غبار خفيف 30 إلى 16. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء.